بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الإعدادي، ازيكم شباب؟ هناخد النهاردة درس جديد يا ولاد في الجبر، تحليل المقدار الثلاثي المربع الكامل. معانا التمارين يا ولاد، صفحة 38. بيقول لي بين أي المقادير الآتية مربعا كاملا. عشان يكون المقدار مربع كامل لازم يكون فيه 3 حدود، يبقى الحد ده مش هينفع. يعني الإجابة الاختيار الأولاني ألف، ده واحد مش هينفع. ليه؟ لأن عندك ألف تربيع زائد تسعة، دول حدين، ما ينفعش المربع كامل. امتى يبقى مربع كامل؟ لو انت عندك 3 حدود، والاول ليه جذر تربيعي، والحد التالت ليه جذر تربيعي، واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر التالت. يعني المساله رقم 3 دي ممكن تنفع. ليه؟ لان الاول ليه جذر، الست تربيع لها جذر اللي هو س، وال 36 جذرها التربيع 6، واللي في النص 2 في جذر الس تربيع في جذر ال 36 هيديك 12. يبقى السؤال رقم 3، تعالى نختار كده، جذر التربيعي للس تربيع بس، والجذر التربيعي 36 بستة، والحد الأوسط بيساوي 2 في س في 6 اللي هو 12 س. الإشارة بتاعته بقى موجب أو سالب ما تفرقش، تمام؟ أهم حاجة يكون الحد الأوسط موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. يطلع معاك كام؟ 12 س، وعندك الأول اللي جذر والأخير اللي جذر، يبقى ده إيه؟ مقدار مربع كامل. طيب اللي بعديه، هنا لام تربيع ناقص 8 لام ميم زائد 16 ميم تربيع. هنا في جذر تربيع للام تربيع بلام، وال 16 جذرها ب4 والميم تربيع جذرها ميم، يعني 4 ميم ده جذر الحد التالت. اللي في النص هيبقى عبارة عن 2 في لام في 4 ميم اللي هو 8 لام ميم. يبقى الحد اللي في النص ده يا ولاد عبارة عن 2 في جذر الأول في جذر التالت، يعني المقدار ده مربع كامل. تعالى نتأكد في الكراسة، يبقى في جذر تربيع للام تربيع بيساوي لام، تمام؟ جذر تربيع للام تربيع بلام يا ولاد، وعندنا الجذر التربيعي ل16 ميم تربيع هيبقى 4 ميم. الحد الأوسط عبارة عن 2 في جذر الأول اللي هو جذر لام تربيع اللي هو بلام، وجذر التالت اللي هو 16 ميم تربيع اللي هو 4 ميم، هيطلع معاك 8 لام ميم. يبقى المقدار بتاعنا مقدار مربع كامل. السؤال اللي بعده رقم 7، 4 ج تربيع ناقص 14 ج تربيع في د ناقص 9 د تربيع. المقدار ده يا ولاد ما ينفعش يكون مربع كامل. ليه؟ لأن الحد الأخير اللي عندنا سالب وملوش جذر تربيع، الجذر طبعا مرفوض، مفيش جذر تربيع على السالب. يبقى لما لازم يكون الحد الأول إشارة موجبة والأخير إجابة إشارة موجبة عشان تقدر إن أنت تجيب جذور تربيعية. فطالما التسعة كانت إشارتها سالبة فمفيش جذر تربيعي للتسعة، فيبقى المقدار ده ليس مربع كامل. المقدار اللي بعده رقم 9، 1 ناقص 2 ألف زائد ألف تربيع. الأولاني ليه جذر، جذر الواحد بواحد، ماشي، وجذر الألف تربيع بألف. اللي في النص 2 في جذر الأول في جذر الأخير طلع ب2 ألف، يبقى المقدار اللي عندي ده مقدار مربع كامل. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده رقم 11، هنا ربع ص تربيع ناقص ص زائد 4. الجذر الأولاني يا ولاد، جذر الحد الأولاني الربع ص تربيع ده بنص ص، ده يجيب جذره يديك نص ص أهو، وجذر الحد الأخير ده ب2 وتقوم ضارب في 2. عشان تتأكد بقى إن الحد الأوسط طلع مظبوط بتضرب 2 في جذر الأول، بتجيب الجذر الأولاني ده أهو، ربع ص تربيع بنص ص، يبقى أنت جبت الجذر الأولاني، مفهوم؟ وجبنا جذر التالت وضربنا في 2، الـ2 هتروح مع النص، نص الـ2 واحد، يعني واحد في 2 ب2، هيطلع معاك كام؟ 2 ص. يبقى الحد اللي في النص المفروض كان يطلع إيه؟ 2 ص. يعني المقدار ده مربع كامل ولا ليس مربع كامل؟ أقول ليس مربع كامل. ليه؟ لأن الحد الأوسط المفروض يكون 2 ص، اللي هي 2 في جذر الأولاني في جذر التالت، جذر الحد الأول في جذر الحد التالت. فهمتوا يا ولاد؟ يعني الأولاني ليه جذر والأخير ليه جذر، لكن الحد اللي في النص ما طلعش 2 ص، المفروض كان يطلع 2 ص نتيجة ضرب 2 في جذر الأول في جذر التالت. طيب التمرين اللي معانا هنا برضه يا ولاد، نكمل التمرين اللي قبلها. هنا بيقول لي ألف تربيع ناقص ألف ب زائد ب تربيع. جذر الألف تربيع دي بألف،
وجذر ال ب تربيع ب ب. لما اجي اضرب 2 في جذر الاول في جذر الاخير هيديك 2 ا ب. يبقى المقدار ده ليس مربع كامل، لان الحد اللي في النص كان المفروض يكون 2 ا ب، ما ينفعش يكون ا ب بس. طب المساله بعدها رقم 4 بيقول لي 25 س تربيع ناقص 15 س زائد 9. هنا الاولاني ليه جذر والاخير ليه جذر، جذر 25 س تربيع ب 5 س، وهنا السالب 15 س نتيجه ايه؟ تعالى كده نتاكد في الكراسه هيطلع 15 ولا لا. لو احنا ضربنا 2 جذر الاول، جذر ركز معايا كده، جذر 25 س تربيع ليها 5 س، وجذر ال 9 ليه ب 3، يبقى 2 في 5 ب 10، 10 في 3 ب 30، طلع معاك 30 س. هل اللي في النص كده؟ لا، يبقى اللي في النص ايه؟ لا يساوي 30 س، وبالتالي المقدار ليس مربع كامل. طب اللي بعدها رقم 6، 9 س تربيع زائد 15 س زائد 25 ص تربيع، جذر الاول دي ب 3 وننزل الس، وجذر الاخير ب 5 ص. هنضرب جذر الاول في جذر الاخير في 2، تمام؟ عشان تتاكد ان الحد الاوسط طلع مظبوط، لازم يعني تشوف الاوسط هيطلع زي ما انت طلعت هنا ولا لا. يعني قول 2 في 3 ب 6، 5 في 6 ب 30، يعني 30 س ص. هل الاوسط كده؟ لا، الاوسط 15 س ص، يبقى الاجابه ايه؟ نعمل غلط. خلاص؟ تعالوا نشوف المسألة رقم 8. هنجيب الحد الأوسط يا ولاد، قول له 2 في جذر الأول في جذر الثالث، يبقى 2 في جذر الأربعة ب 2، وجذر الواحد و80 ب 9، وجذر الألف أس 6 دي بألف أس 3، يبقى 2 في 2 ب 4، 4 في 9 ب 6، و30 ألف أس 3، يبقى دي صح، لأن الحد الأوسط طلع 36 ألف أس 3. أما أقول جذر التربيع الألف أس 6 تبقى ألف أس 3. جذر التربيع يا ولاد بقسم الأس على 2، والجذر التربيع الألف أس 6 تبقى ألف أس 3. طب المسألة اللي بعدها رقم 10، هنا بيقول لي 4 ناقص 6 ألف زائد 8 ألف تربيع. هنا المسألة دي هل الأول ليه جذر؟ أه، الأول ليه جذر، بس ال 8 ملهاش جذر. ال 8 ليس لها جذر، فبالتالي المقدار ليس مربع كامل. طيب المسألة الأخيرة، هنا 1 من 100 لها جذر، تبقى 1 من 10، والواحد ليه جذر. تعالى نشوف كده الحد الأوسط، أقول له 2 في جذر التربيع للأول في جذر التربيع الأخير، يبقى 2 في جذر التربيع الواحد من 100 اللي هي 1 من 10، وس تربيع اللي هي س، وجذر الواحد بواحد، يبقى 2 في 1 من 10 ب 2 من 10 س، طلع فعلا زي اللي في النص، سواء بقى النص موجب أو سالب مش هتفرق، صح؟ سواء موجب أو سالب، لأن الحد الأوسط بيكون موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر الأخير. تعالوا بقى يا ولاد نحلل مسألة سهلة جدا التحليل. طالما المقدار مربع كامل بعمل ايه؟ بعمل قوس كده واجيب جذر الأول، م تربيع جذرها ب م، والواحد جذرها بواحد، واخد إشارة اللي في النص سالب واعمل التربيع ايه؟ لفوق. طب اللي بعدها، ده مقدار مربع كامل، الأول ليه جذر والأخير ليه جذر، واللي في النص 2 في جذر الأول في جذر الأخير، جذر التسعة ب 3 وجذر الأربعة ب 2، 2 في 3 ب 6 و2 في 6 ب 12، تمام؟ فنعمل ايه طالما هو مربع كامل؟ ها؟ قولوا يا ولاد. هنجيب جذر الاول التسعة س تربيع جذرها 3 س، وجذر الاربعة ب 2، وناخد الاشارة بتاعت اللي في النص تتكتب والتربيع فوق، درس سهل جدا. ها؟ اللي بعدها، جذر التسعة ب 3 و ألف تربيع ب 1000، والب تربيع جذرها ب، وتاخد الاشارة اللي في النص موجب والتربيع بره. طيب نقول اللي بعدها، ال 16 جذرها كام؟ جذرها 16 جذرها 4، ال 4 في 4 ب 16، والألف تربيع اللي هي الألف جذرها ألف، وجذر ال 25 ب 5، والب تربيع ب ب، وهنا الإشارة بتاخد إشارة اللي في النص سالبة وتكتب التربيع فوق طالما هو مقدار مربع كامل. طيب ال 36 جذرها 6، ناخد إشارة اللي في النص سالب، جذر ال 25 ب 5، والكاف تربيع بكاف، والتربيع تنزل. نفس الكلام هنا، يلا يا ولاد حلوا معايا. ها، هنحلل جذر التربيع للاول ب س، جذر التربيع للاخير ب ص، واشارة اللي في النص موجب والتربيع بره. جذر التربيع للاول يبقى 5، وهنا ب، جذر التربيع الواحد ب 1، وتاخد الاشارة اللي في النص سالبة والتربيع بره. جذر التربيع للاول تبقى 2 س، وجذر التربيع للتاني اللي هو ص، واشارة اللي في النص ايه؟ سالبة، تقوم كاتب سالب كده، يبقى 2 س ناقص ص كل تربيع. يلا يا ولاد اللي بعدها، ده مقدار مربع كامل، نجيب جذر التربيع للواحد هيبقى 1،
جذر التربيع 49 9 ب7 وننزل السي والشرط اللي في النص موجبة والتربيع بره. نفس الكلام هنفتح قوسين، جذر التربيع للواحد 1، جذر التربيع 25 ألف أس 4 اللي هو 5 5 ألف تربيع والتربيع بره، وناخد الشرط اللي في النص. فهمتوا؟ المسائل دي زيها بس فيه خطوة الأولى هتتعمل، الخطوة الأولى إخراج العامل المشترك، لأن ال 18 ملهاش جذر. خد بالك ال 18 وال 12 وال 2 أعلى زوجية، تطبق قسم على 2، العامل المشترك الأعلى بينهم هما التلاتة هو الاتنين، يبقى نقدر ناخد 2 عامل مشترك. مفهوم؟ نقسم كل الحدود على الاتنين. حل في الكراسة معايا، اكتب ورايا يا ولاد. التمرين الأولاني أهو، 18 ص تربيع ناقص 12 ص زائد 2، دي أول واحدة. دي هنحلها ازاي؟ هناخد الاتنين عامل مشترك، نفتح قوس، 18 على 2 فيها 9 والص تربيع تنزل، 12 على 2 فيها 6 والص تنزل، و2 على 2 فيها 1. نرجع ننزل الاتنين ونعمل قوس، الجذر التربيعي للأول اللي هو 9 ص تربيع جذر التربيع ب3 ص، والشرط اللي في النص سالبة، والجذر التربيعي للواحد بواحد وكل تربيع عام. المسألة اللي بعدها رقم 2 بيقول لي 24 ألف أس 4 زائد 24 ألف تربيع زائد 6. كل الحدود تطبق القسم على 6، يعني نقدر ناخد الستة عامل مشترك ونقسم 24 على 6 فيها 4 والألف أس 4 تنزل، و24 على 6 فيها 4 والألف تربيع تنزل، و6 على 6 فيها 1. نرجع ننزل الستة زي ما هي ونحلل المقدار ده، مقدار مربع كامل، الأول ليه جذر تربيعي 2 ألف تربيع والأخير ليه جذر تربيعي بواحد، وناخد الشرط اللي في النص موجب والتربيع بتتكتب زي ما هي بره. تعالوا نحل يا ولاد المسألة رقم 2، احنا حلينا 3، دي رقم 2. هنا 12 س تربيع زائد 6 س ص زائد 27 ص تربيع. نلاحظ إن الأعداد دي كلها تقبل القسمة على 3، نقدر ناخد 3 عامل مشترك. 12 على 3 فيها 4 والس تربيع تنزل، 6 على 3 فيها 2 ونزل س ص، 27 على 3 فيها 9 ونزل الص تربيع. بعد كده بنحلل المقدار اللي عندنا، ننزل التلاتة، ده مقدار مربع كامل، 4 س تربيع تبقى جذرها 2 س، والتسعة ص تربيع جذرها 3 ص، ونزل الإشارة اللي في النص زي ما هي، وهنا التربيع تنزل. فهم؟ فهمت يا ولاد؟ طيب المسألة بعدها رقم 4، هنا بيقول لي 6 ألف أس 4 ناقص 12 ألف تربيع ب تربيع زي الستة ب أس 4. هنا الستة والاتناشر والستة كلهم ينفع تقسموا على الستة، كلهم من مضاعفات الستة يعني يا ولاد، فاهمين؟ يبقى هناخد الستة عامل مشترك، ماشي يا ولاد، ونقسم كل حد على ستة. ستة ألف أس 4 على ستة تتبقى ألف أس 4، اتناشر على ستة بتديني 2، ماشي؟ اهي ألف تربيع ب تربيع، 6 على 6 فيها 1 ويبقى ب أس 4. نزل الست، المقدار ده مربع كامل، الأول ليه جذر والأخير ليه جذر، واللي في النص 2 في جذر الأول في جذر الأخير، يبقى أجيب جذر الأول تبقى ألف تربيع، جذر الأخير تبقى ب تربيع، وآخد إشارة اللي في النص سالبة والتربيع بره. يبقى أنت كده حللت المقدار تحليل مربع كامل، فاهم؟ المسألة اللي بعدها نحل دي ازاي يا ولاد؟ ال 20 وال 60 وال 45 كلهم اتقسموا على 5. عندنا نقدر ناخد يا ولاد الخمسه عامل مشترك، اللي هي ال 20 وال 60 وال 45 من مضاعفات الخمسه. طب وعندنا الالف كمان متكرره، يبقى ناخد 5 الف عامل مشترك. طب ال 20 دي تطبق القسمه على 5، لان ال 45 ما ينفعش اقسم على 20، فانت بتشوف هما الثلاثه مضاعفات لمين؟ ماشي. مين العامل المشترك الاعلى ليهم؟ اللي هو الخمسه، اكبر عدد ينفع تقسم عليه هو الخمسه. ماشي، تعال نكمل. 20 على 5 فيها 4، وخد بالك الالف كمان متكرره. يبقى عندك هنا ص تربيع، 60 على 5 فيها 12، وهنا خدنا الالف بره، يتبقى ايه؟ ص، 45 على 5 فيها 9 والف على الالف فيها 1. المقدار ده يا اولاد اسمه مقدار مربع كامل، ليه؟ لان الاول ليه جذر والاخير ليه جذر، واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير، جذر 9 ب3 ماشي، وجذر الخمسه جذر الاربعه ص تربيع ب2 ص، وناخد الشرط اللي في النص سالب والتربيع بره.
تمام كده خلصنا التمرين، شفتوا تحليل بسيط جدا مفيش فيه اي حاجه. المساله رقم 6 بيقول لي 24 س زائد 24 س تربيع زائد 6 س تكعيب. المقدار اللي عندنا ده يا اولاد لاحظ ان هو مش مترتب وكمان في عامل مشترك، يعني انت تقدر تاخد السين عامل مشترك وعندك ال 24 وال 24 وال 6 يتقسموا على 6، تقدر تاخد 6 سين عامل مشترك. 24 على 6 فال 4 وسين على سين فال 1 نزل الموجب. 24 على 6 فال 4 وسين تربيع على سين فال سين. 6 على 6 فال 1 وسين تكعيب على سين فال سين تربيع. المقدار ده يا ولاد محتاج ان هو يترتب، او ممكن انت تحلله كده ليه؟ لان الاول ليه جذر والاخير ليه جذر، والاشاره بتاعت اللي في النص بتكتبها زي ما هي وبتحط هنا ايه؟ التربيع، لان اللي في النص عباره عن 2 في جذر الاول في جذر الاخير، ده اسمه مقدار مربع كامل. طالما الاول ليه جذر والاخير ليه جذر واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير يبقى اسمه مقدار مربع كامل. مفهوم؟ طيب المساله اللي بعدها رقم 7. هنا بيقول لي 3 عين زائد 42 عين اس 4 زائد 147 عين اس 7. هنا نقدر يا اولاد ناخد الثلاثة عامل مشترك. العدد يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3، يعني 147 دي تقبل القسمة على 3، لأن 7 و4 إيه؟ 11 و1 12، العدد ده مجموع أرقامه 12 ينفع يتقسم على 3، وال42 من مضاعفات الثلاثة، يبقى تقدر تاخد 3 وعندك العين متكررة تقدر تاخد عين. اقسم بقى كل حد على 3 عين، 3 عين على 3 عين فيها 1، 42 على 3، 4 على 3 فيها 1 بيبقى 1، 12 على 3 فيها 4. عين أس 4 على عين تبقى عين أس 3. 147 على 3، 14 على 3 فيها 4، 3 في 4 ب 12 وتبقى 2. 27 على 3 فيها 9. عين أس 7 لما ناخد منها عين تبقى عين أس 6 اللي هي الباقية. تعال نحلل المقدار يا حبايبي، المقدار ده عبارة عن مقدار مربع كامل، الأول ليه جذر والأخير ليه جذر. خد بالك لما تيجي تجيب جذر الرمز مرفوع الأس بتقسم الأس على 2، يعني الجذر التربيعي لعين أس 6 اللي هي عين أس 3. وبتاخد الإشارة الموجب زي ما هي بتاعت اللي في النص وتعمل التربيع كده. عايز تتأكد اللي في النص عبارة عن 2 في 1 في 7 عين تكعيب. 2 في 1 ب 2 و 2 في 7 ب 14 يبقى 14 عين تكعيب. كده تمام قوي يا أولاد فهمتوها؟ المقدار اللي عندنا يا أولاد لاحظ إن مفيش جذر الأول ولكن أقدر آخد عامل مشترك برضه نفس الكلام. ها؟ هاخد كام عامل مشترك؟ مين الشاطر يقول كده معايا؟ كام عامل مشترك بقى؟ 4 2 هنا ب؟ وده 4 وهنا 4. ما ينفعش اخد 2 بقى لان هنا ايه مفيش معامل يعني. فهتسيب الرموز زي ما الارقام زي ما هي، تقدر تاخد الرمز المتكرر، مين الرمز المتكرر؟ ب الب. تقوم واخد ب كده. ماشي؟ فيبقى عندك هنا 4 ب ج وهنا يتبقى ج تربيع وهنا يتبقى 4 ب تربيع. يعني هنزل ب زي ما هي، خد بالك من حاجه، المقدار ده مقدار مربع كامل بس ايه متلخبط، فانت هتعيد ترتيبه. هتقوم جايب الجيم تربيع الاول، جيم تربيع واربعة زائد اربعة ب جيم واربعة ب تربيع، بقى مقدار مربع كامل يا اولاد، الاول ليه جذر والاخير ليه جذر واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير. تقوم منزل الب زي ما هي عامل مشترك، جذر الجيم تربيع بجيم، جذر الاربعة ب تربيع ب 2 ب، وتعمل التربيع كده وتاخد الاشاره الموجبه تكتبها زي ما هي، الشرط اللي في النص تتكتب زي ما هي. المساله اللي بعدها 60 ا ب ناقص 36 ا تربيع ناقص 25 ب تربيع. يلا يا حبايبي التمرين اللي بعده تمرين برضو مهم جدا، عندك ال 60 وال 36 وال 25. طيب كلهم يعني ال 60 ما ينفعش تتقسم على ايه؟ على 5، وال 36 ما ينفعش تتقسم على 5، يبقى انت مش هتاخد عامل مشترك من الايه؟ من الارقام اللي عندك، ولكن هتاخد عامل ايه؟ الاشاره. ايوه العامل على دول الاشاره. بص بص ركز كده، ده لو جه في النص موجب بس ده سالب وده سالب. طالما هو سالب ما ينفعش، احنا قلنا شرط ان يكون المقدار مربع كامل لازم يكون ليه جذر، وطالما ليه جذر لازم يكون اشارته موجبه. فهتعمل ايه؟
هتقوم واخد السالب عامل مشترك، يتفضلك من هنا سالب 60 ألف ب، وهنا موجب 36 ألف تربيع، وهنا موجب 25 ب تربيع. يبقى انت خدت السالب عامل مشترك. بعد ما خدت السالب رتب المقدار، هات السالب 60 ألف ب في النص، يعني هتبقى سالب زي ما هي كده، وتقوم قايل 36 ألف تربيع ناقص 60 ألف ب زائد 25 ب تربيع. نقوم منزلين السالب زي ما هي. الله، المقدار ده يا اولاد مربع كامل. قول يلا جذر ال 36 ألف تربيع بايه؟ 6. قول على صوتك. ها؟ 6 ألف. 6 أيوه 6 ألف. أيوه كده، بيقولوا معايا يا حبايبي. 25 ب تربيع جذرها ايه؟ 25 ب تربيع 25 ب. ايوه 5 5 5 ب. ايوه، والاشاره نكتب ايه؟ سالب زي ما هي، اشاره زي ما هي. ركزوا معايا، والتربيع بره. بس كده خلصناها. مساله سهله جدا. مساله سهله جدا. مساله 10، يلا يا اولاد ركزوا برضو، كلها حاجات جميله اهي. ج ناقص د زائد 2 س في ج ناقص د زائد س تربيع في ج ناقص د. نقدر ناخد يا اولاد من هنا الجيم ناقص د عامل مشترك. ماشي يا ابني؟ ماشي. ليه؟ لان هي متكرره في الثلاث حدود، ده الحد الاول وده الحد الثاني وده الحد الثالث. خد جيم ناقص د، لما تيجي تاخد جيم ناقص د بقى هيدق مكان المقدار ده كله بواحد اهو. شايف معايا؟ يبقى احنا خدنا مين؟ القسط اللي بره اتحط مكانه واحد، وبعدين بلس زائد المقدار ده هيطلع بره يتبقى مكانه 2 س، والمقدار ده يطلع بره يبقى مكانه س تربيع. اخدناه عامل مشترك، خدنا من كلهم ج ناقص د، يعني كل حد قسمناه على المقدار ج ناقص د ده اهو. المقدار ده بقى مقدار مربع كامل، لان الاول ليه جذر والاخير ليه جذر، واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير. خلاص، هنقوم منزلين ال ج ناقص د زي ما هي. جذر التربيع الواحد بكام؟ واحد. جذر التربيع س تربيع بس س، وناخد الإشارة موجب ونكتب التربيع بره. التمرين اللي بعده تحليل برضه يا أولاد. هنحل الأربع مسائل برضه. نبدأ برقم واحد، ربع السؤال الرابع أهو، رقم واحد ربع ص تربيع ناقص 2 ص زائد 4. يلا يا أولاد، الأولاني ليه جذر صح؟ أيوه الأولاني ليه جذر والاخير ليه جذر. طيب جذر الربع بكام؟ جذر الربع بنص. بجيب جذر البسط، جذر واحد بواحد، وجذر الاربعة باتنين، وجذر الص تربيع بص. ماشي، بقوم واخد بعد كده اشارة اللي في النص السالب، وجذر الاربعة بكام؟ باتنين، والتربيع بتنزل يعني. يبقى انت كده خلصت التحليل بتاعك. السؤال رقم اتنين سؤال سهل جدا، ما فيش فيه اي حاجة. ها، واحد على 16 ألف تربيع زائد واحد على 10 ألف زائد واحد على 25. واحد على لها جذر تربيع. ايه واحد على ايه؟ على 4 ألف واحد. وهنا إشارة موجبة، وهنا جذر التربيع الواحد على 25 واحد على ايه؟ على 5 كل تربيع. طيب ده بديت مستر لي واحد على ده بقى الحد الأوسط، بتيجي نتيجة حصل ضرب الأول في الثاني في 2. الحد الأول هنا ده اللي هو ربع ألف، لو ضربته في 5 هيديك 1 على 20، تضربها في 2 تبقى 1 على 10. ماشي؟ ها اللي بعده رقم 3، 4 على 25 س تربيع ناقص 1 على 10 س زائد 1 على 64. هنا يا اولاد المقدار ده ليه جذر تربيعي، يعني ال 4 على 25 لها جذر، في جذر للمقدار، وفي 1 على 64 لها جذر. الاشاره بتاعت اللي في النص بتاخدها هنا، والتربيع بره هنا. هات يلا جذر الاولاني، جذر الاربعه بكام؟ جذر ب 2، وجذر 25 5، جذر ال 6 تربيع س اهو. جذر 1 على 64 1 64 1 على 8، جذر ال 64 ب 8. بس كده خلصنا المساله. ها فهمتوا؟ طيب المساله رقم 4، 1 من 100 س تربيع ناقص 2 من 10 س زائد الواحد. هنا 1 من 100 لها جذر اللي هي 1 من 10، الس تربيع جذرها بس
الشرط اللي في النص سالب اهي خدناه زي ما هي، وجذر التربيع الواحد بواحد والتربيع تنزل بره. يبقى احنا كده خلصنا اربع مسائل للسؤال رقم 4. السؤال رقم 5، حلل 7 س مفتوح قوس يعني 7 س مضروبه في المقدار 7 س ناقص 10 ص زائد 25 ص تربيع. 7 س مضروبه في 7 س ناقص 10 ص زائد 25 ص تربيع. طيب تعالوا نحل التمرين ده يا اولاد. اول حاجه هنوزع ال 7 س دي هنضربها في المقدار. 7 س نضربها في 7 س ب 49 س تربيع، و7 س في 10 ص تبقى سالب 70 10 سالب 70 س ص، وننزل ال 25 ص تربيع. الاول ده ليه جذر تربيعي والاخير ده ليه جذر تربيعي، واللي في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير. يبقى تحلل المقدار مربع كامل، ادي التربيع اهو، خد السالب جذر التربيع 49 ب 7 والسين تربيع جذرها ب س، 25 ص تربيع جذرها 5 ص. كده انت خلصت المساله، فهمت الطريقه؟ شفت بسيط، اهم حاجه بتفك المقدار صح. مفهوم يا اولاد؟ نعم، المقدار تفك صح. تمام كده. المساله بعدها اكتب ورايا رقم 2 يا اولاد، بيقول لي 4 س تربيع ناقص 7 ص مضروبه في 4 س ناقص 7 ص. ركزوا كويس جدا يا اولاد. بصوا حبايبي، المساله دي في سالب هتتوزع في المقدار ده بتغير اشاراته، يعني انت هتنزل ال 4 س تربيع زي ما هي، والسالب في موجب بسالب، و7 في 4 ب 28، وص في س بس ص اهي. سالب في سالب بموجب، ال7 في 7 ب 49، وص في ص بص تربيع اهي. المقدار ده يا اولاد ينفع ان انا اخد جذر تربيعي الاول وجذر تربيعي للاخير، ولاحظ ان في النص 2 في جذر الاول في جذر الاخير، يبقى ده اسمه مقدار مربع كامل. جذر ال 4 س تربيع بايه؟ ال 4 س ب 2 س. ايوه 4 س تربيع ب 2 س. حط الاشاره، جذر ال 49 49 7 7 في 7 ب 49 ماشي، والص تربيع اللي هي ص. المساله اللي بعدها رقم 3 برضه في السؤال رقم 5، هنا بيقول لي ميم تربيع ناقص 11 نون في 2 ميم ناقص 11 نون. حبايبي ركزوا كده معايا، هنا في التمرين ده الميم تربيع هننزلها، خد بالك سالب 11 نون هتتوزع، سالب في موجب بسالب، 11 في 2 ب 22، نون في ميم بميم نون، سالب في سالب بموجب، ال 11 في 11 ب 121، ونون في نون بنون ايه؟ نون تربيع. تمام؟ الاولاني ليه جذر والاخير ليه جذر. جذر الميم تربيع بايه؟ ايه جذر الميم 121 جذرها كام؟ 121 11، ونون تربيع جذرها بايه؟ نون. وناخد اللي في النص سالب والتربيع بره. رقم 4، هنا بيقول لي ايه؟ س ناقص ص الكل تربيع زائد 4 س ص. هنفك المقدار ده يا اولاد، الاول بتربع اهو، والتاني بتربع، ربع السين وربع الصاد، واللي في النص الاول في التاني في اتنين، يبقى اتنين سين صاد. يبقى بنربع الاول وبنربع الاخير، واللي في النص الاول في التاني في اتنين، وننزل الاربعة سين صاد زي ما هي. لاحظ ان سالب اتنين صاد وموجب اربعة سين صاد دول مجموعهم باتنين سين صاد، يعني هننزل السين تربيع زي ما هي والصاد تربيع زي ما هي، نزلنا السين تربيع وايه؟ والص تربيع. سالب 2 س ص وموجب 4 س ص بموجب 2 س ص. لاحظنا حاجه يا اولاد، المقدار ده بقى مقدار مربع كامل، شايفينه؟ الاول ليه جذر اهو، جذر الاولاني ب س وجذر الاخير ب ص، وتاخد اشاره في النص موجبه والتربيع بره، بقى مقدار مربع كامل. تعالوا يا اولاد ننتقل لنوع تاني من المسائل اللي هو اكمل الحد الناقص في كل من المقادير التاليه ليكون المقدار مربع كامل. بصوا معايا كده شويه قوانين هنكتبها الاول عشان نقدر نحل. لو انت عندك الحد الاوسط ناقص بتستخدم القانون اللي هو الحد الاوسط. القانون بتاعه ايه؟ موجب او سالب، احفظ القانون ده. الحد الاوسط بيساوي موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي للحد الاول في الجذر التربيعي للحد ايه؟ الثالث. طيب الحد الاول لو هو اللي ناقص بقوم عامل ايه يا اولاد؟ بقول له الاوسط تربيع على 4 في الحد الثالث،
ده لو كان الحد الاول هو اللي ناقص. طب لو الحد الثالث هو اللي ناقص بنقول له ايه؟ الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد ان هو الاول. ماشي يا اولاد؟ يعني التمرين اللي معانا ده هنا بيقول لي 4 س تربيع زائد نقط زائد 1. احنا هنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الحد اللي في النص. طب عشان اجيب الحد اللي في النص اللي هو الحد الاوسط لازم اقول له ايه؟ الاوسط تربيع. احنا عايزين نجيب الحد الاوسط واقول له 2 في جذر التربيع الحد الاول في جذر التربيع الحد الثالث. الاوسط تربيع على 4 في الحد الثالث دي هو عايز الحد الاول. ماشي؟ يبقى هنعمل ايه يا اولاد؟ هنقوم ايه ضاربين 2 في الجذر التربيعي للاول في الجذر التربيعي للتالت عشان تجيب اللي في النص. 2 في 8 لا هات جذر الاول، جذر اللي هو ال 4 س تربيع ده. ماشي انا جبت الجذر بتاعه يبقى 2. يبقى 2 س. مش 8 بقى. ماشي؟ 2 في 4 2 اهي. بص اصحى 2 اهي ما تستعجلش. اضرب كده معايا 2 في جذر التربيعي للاول اللي هو 4 س تربيع في الجذر التربيعي الاخير والاشاره موجب او سالب. تمام؟ طبعا هو ما حطيتش اشاره يبقى لازم تكتب موجب او سالب. ها 2 في الجذر الاولاني اللي هو 2 س، الجذر الاخير اللي هو ب 1. 2 في 2 ب 4 ونزل الس يبقى الناتج موجب او سالب 4 س. موجب او سالب صفحه كام؟ 4 س. المساله دي صفحه 39. تعالوا نحل رقم 2. نفس الكلام هو عايز هنا الحد الاوسط. يبقى نقول الحد الحد الاوسط يساوي موجب او سالب. ها موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي ل 4 ا تربيع في الجذر التربيعي 36 ب تربيع. يبقى موجب او سالب 2 في الجذر الاولاني ب 2 ا والجذر الثاني ب 6 ب. 2 في 2 ب 4 وال 4 في 6 بكام؟ 24. يبقى 24 ا ب. يبقى موجب او سالب 24 ا ب. ماشي؟ ده الحد الناقص اللي كتبناه. المسألة رقم 3 بيقول لي 1 على 25 س تربيع وهنا نقط زائد 1 على 4 ص تربيع. دي هنعملها زي اللي فاتت. نقول ازاي يا ولاد؟ ها؟ الشاطر يقول بقى نفس القاعدة اللي عملناها فوق. الحد الأوسط الحد الأوسط يساوي موجب أو سالب 2 جذر التربيع 1 على 25 س تربيع في الجذر التربيعي 1 على 4 ص تربيع. يبقى موجب أو سالب أهو. موجب أو سالب 2 في 1 على 5 اللي هو جذر البسط والمقام والس تربيع جذرها بس. في وهنا جذر واحد واحد وجذر الأربعة باتنين وهنا الص الموجب أو سالب الاتنين تروح مع الاتنين يبقى عندك خمس س في ص. يبقى الحد الناقص هنقول موجب أو سالب خمس س في ص. دي رقم ثلاثة. المسألة بعدها رقم أربعة بيقول لي هنا كمل كمل كتابة اكتبوا يا أولاد. رقم أربعة بيقول لي عين أس 4 نقط زائد 49 لام تربيع. ده الحد الأوسط هو برضو يا ولاد. إن الحد الأوسط بقول لك أكمل لكده يكون المقدار مربع كامل. لازم تشتغل بقوانين المربع الكامل. يبقى الحد الأوسط أهو ها موجب أو سالب 2 في الجذر التربيعي الأول في الجذر التربيعي للتالت. موجب أو سالب 2 في الجذر الاولاني ب ع تربيع والجذر الثاني جذر 49 بايه؟ جذر 49 ب 7 لام تربيع بلا. 2 في 7؟ 2 في 7 14 ع تربيع لام. يبقى ده الحد ايه؟ الناقص. يبقى هنكتب هنا موجب او سالب 4 14 ع تربيع لام. طالما هو ما جابش اشاره بتكتب موجب او سالب. طب افرض كان جاب لك اشاره خلاص تقوم كاتبها زي ما هو كان جايبها لك. تمام؟ المسألة رقم خمسة بقى يا ولاد هو عايز هنا الحد التالت. بص كده يا حبيبي هنا بيقول لي أ تربيع ناقص 6 أ زائد نقط. طيب ده لها قانون لوحده بقى يا حبيبي اللي هو الحد التالت. الحد التالت بيساوي إيه يا ولاد؟ الحد التالت بيساوي الأوسط. أنا هكتبها وركزوا معايا. الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الأول. ماشي يا ولاد؟ لما يقول لك هات الحد الثالث لازم تكتب القانون ده اهو.
الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. خلاص الاوسط لما يتربع السالب هتبقى موجب، هتقول 6 الف تتربع تبقى 6 الف في 6 الف على 4 مضروبه في الحد الاول اللي هو الف تربيع. ماشي، يبقى الف في الف في الف تربيع تروح مع الف تربيع لتحت. 6 في 6 ب 36، 36 على 4 فيها كام؟ 36 9. نقوم كاتبين 9 هنا. اولى تاني، يبقى الحد الثالث بيساوي الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. انا مستر لو ما كانش تمرين رقم 6، 4 س تربيع زائد 28 س زائد النقط. برضه هو عايز الحد الثالث، الحد الاوسط. احنا حلينا اللي فاتت كانت الحد الثالث اهي نفس الكلام. ايوه الاوسط تربيع، الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. جميل جدا، شاطر. الاوسط يعني 28 س تتضرب في نفسها، 28 س على 4 في الحد الاول اهو اللي هو 4 س تربيع. س في س ب س تربيع تروح مع س تربيع لتحت. 28 في 28 على 4 في 4 تبقى بكام؟ 4 في 16 و 16. ماشي اختصر، 28 على 4 في 7 و 28 على 4 في 7، 7 في 7 49. 49 يبقى الحد الناقص 49. مسألة رقم 7، أ تربيع ناقص 6 أ ب زائد نقط. نفس الكلام يا ولاد، هو عايز هنا الحد الثالث. الحد الثالث الوسط الاوسط تربيع، الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. كل مره بنكتب القانون اهو. ها قول يا حبيبي يلا. الاوسط ده السالب تتربع تبقى موجب، يعني تبقى 6 الف في 6 في 6 الف ب. تمام، على 4 في الاول هو الف تربيع. الف في الف بالف تربيع تروح مع الف تربيع. ب في ب ب تربيع. 6 في 6 ب 36 على 4 في 9. يبقى الحد الثالث 9 ب تربيع. فهمتوا يا اولاد؟ طيب المساله اللي بعدها رقم 8، خمسة وعشرين ميم تربيع زائد 20 ميم في نون وبعد النقط. طبعا يا اولاد الحد الثالث دايما موجب، سواء هو عمل نقط او ما عملش او عمل اشاره موجبه، هي كده كده موجب لان ده ليه جذر، لازم ليه جذر. يلا يبقى الحد الثالث بيساوي الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. الاوسط تربيع اللي هو 20 ميم نون في 20 تربيع. برافو عليك، ماشي. على 4 في الحد الاول 25 ميم تربيع اللي هو الاول تربيع. دي لما تتربع تبقى 400 ميم تربيع نون تربيع. ال 4 في 25 ب 100 ميم تربيع، ميم تربيع تروح مع ميم تربيع. 400 على 4 فيها ال 100، 400 على 4 400 على ال 100 فيها ال 4، وهنا النون ايه؟ تربيع. تمام؟ يبقى الناتج 4 نون تربيع، تكتب موجب بقى 4 نون تربيع، ده الناقص عندك في التمرين رقم 8. تمرين رقم 9 بيقول لي نقط ناقص 18 ص تربيع زائد 81. هنا بقى يا ولاد هو عايز الحد الأول. من الشاطر يستنتج القانون على طول. ها الحد الاول بيساوي الحد الاول الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد ان هو في الحد الثالث. ايوه هي زي الثانيه بالظبط، هو نفس القانون بس بنبدل بس بدل الاول الثالث. برافو عليك، بنبدل ايه الثالث والاول مع بعض. يلا نطبق بقى. ها الاوسط تربيع يعني هنكرره 28 18 ص تربيع في 18 ص تربيع على 4 في الحد الثالث اللي هي 81. ص تربيع في ص تربيع ب ص اس 4. 18 في 18 على 4 في 81. دي ممكن نختصرها، ممكن نقسم على الاثنين 4 على الاثنين او اقسم على 4 في الواحد. 18 على 2 فيها 9 و 18 على 2 فيها 9. 9 في 9 ب 81. وعلى 81 تروح معاها، يبقى ايه؟ ص اس 4 بس. يبقى هنا ص اس 4. فهمتوا؟ دي كانت رقم 9، لسه مسألة رقم 10 في المسائل برضو اللي هي أكمل الحد الناقص. رقم 10، رقم 10 يا ولاد بيقول لي هنا نقطة ناقص 24
ألف ب زائد 16 ب تربيع. هو عايز هنا الحد الأول. يلا قول يا أنس. ها الحد الأول بيساوي الحد الأوسط بيساوي الأوسط تربيع بيساوي 4 على 4 في الحد الثالث تاني. يا أولاد الحد الأول بيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الثالث. يلا الحد الأول بيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الثالث. تاني الحد الأول بيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الأول ولا الثالث؟ الحد الثالث. جميل. تعالوا بقى نشتغل. الأوسط تربيع ده يعني تبقى 24 ألف ب في 24 ألف ب على 4 في الحد الثالث اللي هو 16 ب تربيع. ب في ب ب تربيع تروح مع ب تربيع. ال 24 على ال 4 فالستة. ستة في 24 على 16 هنختصر. ستة على الاثنين فيها التلاتة وستاشر على الاثنين فيها التمانية. 24 على التمانية فيها التلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة. يطلع ناتج ايه؟ تسعة ألف في ألف بألف تربيع. تسعة ألف تربيع. ممكن تعملها الآلة حاسبة يعني تقول 24 في 24 على 4 في 16 يطلع لك الناتج على طول بتسعة. مفيش مشكلة خالص. تمام. بس المفروض نعمل اللي هي ب تربيع. دي لازم بايدك طبعا. ب في ب ب تربيع ب تربيع. كويس. مفيش مفر. لازم تشغل دماغك يعني ما تعتمدش على في كل حاجه يعني. طيب تمرين تاني يا اولاد برضو. برضو زي اللي فات بالظبط. اضغط قيمه كاف. هنشوف كاف موقعها ايه. اشتغل بالقانون. هنا 36 س تربيع زائد كاف س زائد 1. الكاف دي في النص. ها يبقى عشان اجيب الحد الاوسط اجيب ايه؟ قول له موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي الاول في الجذر التربيعي الثالث. يلا تعالوا نحلها يا اولاد. اللي هو اوجد قيمه كاف. السؤال رقم 7. 1 36 س تربيع زائد كاف س زائد 1. يلا يا اولاد ها نكتب القانون. الحد الاوسط بيساوي موجب او سالب 2 في الجذر التربيعي الاول جذر التربيع للثالث. يبقى موجب او سالب 2 في جذر التربيع 36 ب 6 والسين تنزل وجذر 1 ب 1. 6 في 2 ب 12 يبقى 12 س. يبقى موجب او سالب 12 س. وهو طالما جاب لك موجب يبقى كاف هتبقى ب 12 لان انت عندك الحد اللي في النص كان اسمه موجب كاف س وانت طلعت اللي في النص موجب او سالب 12 س فتبقى الكاف ب 12. يبقى كاف قيمتها ب 12 ما تقولش بقى 12 س لان السين موجوده. 12 بس. 12 بس. طب احنا مثلا المستر لو اتلخبطنا برضو كتبنا موجب او سالب 12 سين. لا هو بيجي بقى في الاختيارات. طب بص لا لا غلط طبعا. لازم تشوف الاشاره وجايبها لك ايه. يعني في مسائل عندك في الاختيار اهي. شوف كيف جابها موجب فما ينفعش تاخد موجب او سالب بيلخبطك. هي لو كانت نقط كنت هتعمل موجب او سالب لكن هو جاب لك موجب خلاص اشارتك موجب ما تغيرهاش. ماشي. يلا حبايبي المساله بعدها رقم 2 ركزوا معايا عشان نخلص الدرس ده كله. رقم 2 اكتب يا حبيبي 16 ص تربيع زائد كاف ص زائد ال100. كاف في النص يبقى كاف عشان تجيبها لازم تجيب الحد الاوسط وتقارنه بيها. الحد الاوسط بيساوي موجب او سالب 2 في الجذر التربيع الاول في الجذر التربيع الثاني. يعني 16 ص تربيع في جذر 100. جذر ال 16 ب 4 وهنا الصاد تربيع جذرها بصاد وجذر ال 100 ب 10. 2 في 4 ب 8 8 في 10 ب 80 يبقى 80 صاد. يعني الكاف هتبقى ب 80 بس لان هو جاب لك اشاره موجبه. يبقى الكاف بتساوي 80. هو عايز كاف. السؤال رقم 3 4 س تربيع زائد س زائد الكاف. الكاف هنا هي مكانها يا اولاد الحد الثالث. نقول الحد الثالث بيساوي ايه؟ الحد الثالث الحد الاوسط الحد الاوسط تربيع. أيوة. على 4 في الحد الاول. ممتاز. الاوسط تربيع اللي هي س تتربع تبقى س تربيع 4 في الحد الاول اللي هي 4 س تربيع. س تربيع تروح مع س تربيع 4 في 4 ب 16 يطلع معاك 1 على 16. يعني الكاف 1 على 16. ودايما يا اولاد الحد الثالث والحد الاول بيكونوا موجبين. طيب السؤال رقم 4
ده السؤال يا اولاد رقم 4. كيف برضو الحد الثالث؟ هنقول له الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول، يبقى هنا 144 اللي هي 12 يا اولاد تربيع على طبعا لام تربيع كمان اهي 144 لام تربيع، و4 في 9 ب 36 لام تربيع. لام تربيع تروح من 4 لام تربيع، وال 144 على 36 فيها 4 خلاص، يبقى الكاف قيمتها باربعة. السؤال رقم 5 هنا بيقول لي كاف س تربيع ناقص 6 س زائد الواحد. هنا يا حبايبي هنعمل ايه؟ الكاف مكانها في الحد الاول، الحد الاول اللي هيبقى الحد الاول، الحد الاوسط. الاوسط ايه؟ الحد الاوسط تربيع. جميل. 4 على 4 في الحد الثالث. برافو عليك شاطر ممتاز. ايوه كده اشتغلوا معانا اتبسط منكم يا ولاد ما تبقوش شطار. يبقى هنا 36 س تربيع على 4، ها 36 على 4 فهي ايه؟ 9، والس تربيع تنزل. يبقى الكاف بكام يا ولاد؟ 9 إيه؟ قارن ده بده 9 9 كم بقى؟ 9 بس لان هي معامل للس تربيع. ايوه يبقى الكاف بتساوي 9، هو تقول سالب لان دايما الاولانيه ده بتبقى موجب. موجبه لازم تمام موجب يا ولاد. يلا يا ابطال رقم 6 صوت منكم جدا النهارده شطاروا معايا عشان نخلص كل الدرس. السؤال 6 بيقول لي كاف ا تربيع ب تربيع اكتبه ناقص 12 ا ب زائد 9. يبقى احنا عايزين كاف. كاف هو الحد الايه؟ الاول. يبقى انت اشتغل على قانون الحد الاول. اشتغل على قانون الحد الاول. كاف بتساوي الحد الاوسط صح؟ الحد الحد الاول بيساوي الاوسط. اوسط تربيع على 4 في الحد الثاني. الحد الثاني. الاوسط تربيع يعني 12 ا ب تتضرب في نفسها. على 4 الحد الثالث اللي هو 9. 12 في 12 ب 144، ألف في ألف بألف تربيع، وب في ب ب تربيع، 4 في 9 ب 36. 144 على 36 فيها 4 وتنزل ألف تربيع ب تربيع. من الشاطر يقول لي الكاف تكون بكام؟ 4 4 بس تمام. لأن أنت عندك الأولين لو قارنته باللي أنت جبته هو هو فتبقى الكاف هي 4. كاف تربيع؟ اه مسألة فيها كاف تربيع ها؟ س تربيع ناقص 4 س زائد 16. هنا ده الحد الأول. يبقى أنت تشتغل بقانون الحد الأول. الحد الأول، الحد الأول، الحد الأول بيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد التالت. جميل يبقى الأوسط أهو تربيع على 4 في الحد التالت. هنا 16 س تربيع، وال 4 في 16 في المقام زي ما هي. 16 تروح مع 16 يعني تبقى معاك س تربيع على 4. يعني معنى الكلام يا اولاد بص كده ان كاف تربيع س تربيع بيساوي س تربيع على 4. اختصر بقى س تربيع مع س تربيع، ما انت سويت الاول ده بالاول اللي انت جبته فبقت كاف تربيع بربع. يبقى الكاف بكام؟ كاف موجب او سالب الجذر التربيع بربع اللي هي موجب او سالب نص. فهمتوا يا اولاد؟ طيب مسألة رقم 8 ماشي، دي اخر مسألة وان شاء الله المرة الجاية هنكمل الدرس بإذن الله. كده خلاص مركزين؟ طيب هو عايز كاف، كاف ده في الحد الثالث. الحد الثالث، الحد الثالث بيساوي الحد الأوسط تربيع، الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الحد الأول. صاد في صاد بصاد تربيع. 14 في 14 على 4 تبقى 7 في 7 ب 49. يبقى انت عندك كاف تربيع صاد تربيع هتساوي 49 صاد تربيع. يعني الكاف تربيع ب 49. يعني الكاف موجب او سالب جذر 49 اللي هي موجب او سالب 7. خد بالك بقى من نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن الكاف هنا على تربيع فاللي تحت الكاف دي تحت التربيع ممكن يكون موجب او سالب. كده فهمنا يا ولاد؟ معلش ده نص المسائل ان شاء الله رقم 8 و9 و10 و11 هنكملهم في الحصه الجايه باذن الله. ذاكروا التمارين دي كويس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.